استقبل تليفون من كابتن محمد صلاح، طبعا نجم ولاعب نادي الزمالك السابق، وعايزين نبارك له في البدايه طبعا انه اصبح المدير الفني لفريق مكادي في دوري المحترفين. مساء الخير يا كابتن، والف مليون مبروك. مساء الخير يا ماء، وشكرا وربنا يبارك فيك يا رب. احكي لي بقى، يعني كلمني شويه عن توليك المسؤوليه لفريق مكادي في دوري المحترفين، ايه خططك، ناوي تعمل ايه؟ والله بص، احنا طبعا الحاج احمد السعيدي، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه ونكمل اللي بناه. موسم لكن الموقف هو المركز 15 في الاول. احنا عندنا 3 نقاط، يعني احنا نحاول الاول ان احنا نكون نبعد عن المركز ال 15 ونبقى في العشره الاوائل، وبعد كده نحاول باذن الله تعالى نكون في اول 5، وبعدين ننافس على المراكز ان شاء الله العالميه. يا رب ان شاء الله. عدد الماتشات قليل، لكن تم اختياره بعنايه، وان شاء الله احنا نكمل المسيره ان شاء الله ونعمل حاجه كويسه. يا رب يا كابتن، يعني كده كده طالما حضرتك متولي المسؤوليه واحنا واثقين ان شاء الله انت تعبر بفريق مكادي الى بر الامان وتنافس طبعا بقوه في دوري المحترفين. عايزين نروح بقى للزمالك، شايف الوضع دلوقتي عامل ازاي من مباراه سجرادة، انطباعك الاول على المباراه، بعد كده عايزين نروح لنبني ازاي على مباراه سجرادة لفريق المصري البورسعيدي اللي هنواجهه ان شاء الله بعد بكره. شوف انا يمكن اتكلمت مع حضرتك، قلت لك عندي ثقه في ان المباراه دي هنكسبهم، ويمكن في ناس قالت كتير لا، هو التنظيم اللي عامله معتمد ماشي بصوره جيده، وصرف النظر زي ما قلت قبل كده لحضرتك ان مش لازم العب كويس، لازم اكسب، عشان طول المكسب ده بيديني انفراجه ونفسيه كويسه، وبيخلي الفرق اللي قدامي بدل ما كانت تفكر فيا ان انا ضعيف وتكسبني في اي وقت، لا بيدرسوني دلوقتي ازاي بكسب ونفس اللعيبه. مع الاستقرار اللي حصل بيبقى في عندهم زي انا بقول خضه كرويه، هيجوا يلعبوك ازاي او يقفلوا مفاتيحك الاول بدل ما كانوا بيهاجموك، يقفلوا عليك الاول وبعدين يحاولوا باذن الله يدافعوا وبعدين ما يخشش فيهم جول. ولكن الزمالك ماشي بخطوه سليمه بالظبط، وده شفناه كمان في مباراه سجراده انه كانوا الفريق بيحاول قدر الامكان ان هو يقفل على زيزو. ما هو كل وقت الناس بتجيلك تقفل مفاتيحك، بس طول ما انت عندك ناحيه نفسيه مرتاحه فانت عندك المفاتيح كتير عشان تمسك مفتاح او اثنين التانيين بيشتغلوا، ودي ميزه. ويمكن حتى انا قريت تصريح لمعتمد ان هو قال لبعض اللعيبه في بعض المباريات بيحط خطته مش محتاجك فيها لكن هيحتاجك بعد كده. ففي الفه من اللعيبه في ارتياحيه، صح، ان انا هلعب الماتش الجاي لكن مش هبقى بديل والعب وبعدين اتشال. دي يعني مع سوريا معها ان انا هلعب مكانك لكن الماتش الجاي مش هلعب، بحس ان انا يعني بديل او ريكلام. ايوه، لكن كل واحد بيلعب بيثبت نفسه. الفرقه دلوقتي بتتبادل تشكيل 100% رغم المصابين ان شاء الله يرجعوا. الونش الحمد لله رجع، يعني ممكن طبعا مش هيلحق المباراه، بس بقول يعني ان هو خلاص واحده واحده كده ان شاء الله، يعني ما بقاش على الونش كتير، يعني وإن شاء هو الله جاهز يلعب من بكره. لا يرجع عبد الله جمعه يرجع، كلها محتاجاها طالما ان مفيش كتير، فانت محتاجها لغايه تشوف هتكملي بعد يناير باللعيبه دي ولا هي صافين فرجه ثانيه في القيد ان شاء الله. طيب شايف مباراه بقى الزمالك مع المصري البورسعيدي، وخاصه انا دايما بقول ان دي مباراه يعني جماهيريه من الدرجه الاولى. شوف، وطول عمر الزمالك المصري الزمالك كل ماتشاته حلوه. يعني ما فيش زي بيراميدز، ما فيش نوع دفاعي، لا الكابتن علي يهاجم وعارف بيدرس الفرقه كويس قوي قوي، ماشي بالمصري وعنده سكواد كويس قوي عكس الزمالك تماما. لكن خبرات الزمالك رغم ان انا بقول لك زي ما حضرتك بتقولي كده الفرقتين عندهم اي حاجه، لكن احنا نكسب، احنا نكسب بالجماهير اللي علينا دي كل مره. بقى بقول لك نفسي اديها كابتن، يعني معلش انا سامع حضرتك في اخر جمله، يعني ممكن بس مكان في شبكه. والله بصي انا قاعد في حته وانا اقول مش عارف حتى فيها دوشه، بس انا جاي كده داخل في الحيطه عشان حد يسمعني. والله العظيم كده ولا يهمك، ماشي كده تمام. فبقول لحضرتك الاثنين متساويين في الجماهير، لكن الزمالك الخبره تفضله انه يكسب المباراه. لكن انا بتكلم مع حضرتك في كلام عام في التليفون، لكن اللي هيثبت ان الزمالك افضل هم اللعيبه في الملعب. فاتمنى ان ياخدوا زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان كل مباراه تكسبيها بتفكري في اللي بعدها عشان تكسبيها،
فلازم تاخد الخط ده عشان تمشي عليه. اوعى ترجع وتقول انا ممكن اكسب في اي وقت، مش هتكسب، لكن لازم تتعب ولازم تجتهد ولازم تحاول تلعب بالروح. لازم تستغل جماهيرك اللي وراك اللي مدياك ثقه فوق العاده، دي حقيقه انت بيها ان شاء الله هتكسب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. بشكرك جدا كابتن محمد صلاح، وببارك لك طبعا على توليك المديره الفنيه لفريق مكادي في دوري المحترفين.